تاكسي كل يوم تشوف غريبة أسطرة يا ربي اجري اجري تاكسي تاكسي زارك جابك جبت بابك شوفها وين تراسي اربط سنتر حمان خليني نعدي دوزيام لي باش يصير عليك اليوم ولا في الأحلام خرافة في كياس نعيشوها مع الناس حتى كان تدخل في حياتي ما نقولوا لباسيو الباب تربق عليك ما عندكش منين تبوج كونتري مارك عليك وحسابك داخل في الروج حلي دعوة اسمع اش يقولوا في الأخبار يا ولا عدرة سربي فيها يا أعلام العار الكاميرا تصور فيك من أجل بلا يغاف سيدي رمضان في التاكسي جونا كله حافل 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 في الكاميرا كاشي صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تاكسيدو. في حلقة اليوم قيس التاكسيست باش يطلب من الركاب متاع التاكسي انهم يخليه يتعدى بقرية في جهة شارع محمد الخامس في العاصمة باش يوصل ساك نساه واحد من الحرفاء. راس امك يا معلم نتعدى شارة البارك هاو مش نحط موتور وليل مسكين فيها معايا نساه ساك فيها وليل فيها كيف خل كيف خل كيف هبط وليل في البارك على اسبيرانس نساه ساك نساه ساك نرجع هاو مش نحط موتور ما مشكل. في ثنية حضرنا له مفاجأة ما كانوش يتصوروها. نقمروا ليه؟ لا نعرف وليد صغير ولا نعرف فما كان. شوي. كيما شفتوا التاكسي دخل في كروسة. لكن اللي ما يعرفوهش الركاب هو أن الكاروسة ما فيهاش بيبي إنما عروسة بلاستيك لذلك علاش صدمتهم كانت كبيرة زي خلط بيبي معاها بسم الله لا عدو بيبي معاها الكاروسة؟ اي سيدي اكسيدون لا لا اه بيبي بيبي الكاروسة شوي شوي بيبي شوي مش تمشي مش تهرب مش تهرب بس مرة بدا بيبي راك ضربت بيبي بليه والله الركاب نتاع التاكسي ما يزيش الغسرة اللي صارت لهم على الاكسيدون وزيد السائق نتاع التاكسي باش يزيد يلوم عليهم ويحملهم معاه المسؤولية كلمتني يا صاحبي كلمتك هي يا حب صاحب سلام يا ريت تسمع نسمع كان اي عيطت هي عيطت كيفاش عيطت سمعتهاش هي اي تعدي بالكروس قالت اه سي صراحكم ديريتك يا خرجت ديريتك يا خرجت كلمت قلت لك يا معلم لا كلمت قلت لك يا معلم ولا كلمت لك صحتك يا ربي زمانك اه والله ما عندي فكره ضربه قويه جدا ضربه قويه ما ريتوش انا سمعت كان واقص صحتها نظرت على صحتها ما ريتوش هي صحتك صحت هي قالت يا اخي انا درت الرافي كروسه طايحه ما ريتوش جمله انا صحت بقويه صحت انا شوف وين واغ يا صاحبي كركرك صحت لي والله عيطت عليك قسما بالله عيطت عليك قلت لك يا سعلم رد بالك والله قلت رد بالك انت واخد متلفك قلت لك يا معلم رد بالك انت تلفت في الاخر كير قلت لي مثلا راهو صغير ولا راهي كروسه انا صخيب رد بالك صخيب حجره ولا حاجه لا قلت لك رد بالك يا معلم يا ورد هو والله انا سمعتك انا بس رد بالك يا معلم هك كيف ما ريتوش ما تلفتك ايه نشوف الماجي واحد منين اللي خرجت لي هي اه يا ربي يا ربي طوريتو علي ما قلت ليش ما ريتوش عيطة عشان كي صاحت زعما لباس ولا والله ما نعرف انا بيبي معاها نحن ضربنا الكاروسة كلها يا ربي يو 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 نرجو ميسيش نرجو إن شاء الله لبيس نرجو ها
برس وليدي باش تجي ربي. لا 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 تحكي تجي ربي يا معلم. ايوا دخلني ها دخلني في الماء معايا. بعد الفاصل التاكسيست باش يعاود يرجع بالركاب نتاعو للمكان نتاع الحادث وين باش يلقاو المزيد من المفاجآت في انتظار. اللي ذا اسمع ايش يقولوا في الاخبار يا ولا درسر بفيها اعلام العار الكاميرا تصور فيك منهجك البلاع يا غافل سيدي. اسمع ايش يقولوا في الاخبار يا ولا درسر بفيها يا اعلام العار الكاميرا تصور فيك منهجك البلاع يا غافل سيدي. بل الفاصل خلينا الركاب التاكسي مفجوعين بعد ما سائق تقلب الكهرباء في كروسة فيها بيبي وهرب. بعد الفجعة كل واحد من الركاب باش يحاول يخمم مع التاكسيست في الحل المناسب للورطة اللي لقى روحه فيها. تو حسب رايك تعمل انا تو؟ اه انا قلت حبسني زعما نمشي للمرور ولا كيفاش؟ لا لا قبل ما تمشي زعما ارجع شوف ثبت شد عندك شد اه شد عندك ارجع للبلاصه من بعيد. امان نمشي معايا امان امان براس تمك كمان عادي انت عادي امان المرور براس مين؟ استنى يا مسكر هذي حبس هذي يا راي بيبي يا ربي يا ربي معانا يا رب ترى ارجع ترى بيبي معاه نوصلك ونمشي انا نهرب على الوحيات يا ربي لازمنا نرجعوا بيبي دورا هيدي يا نومي هيدي اه هيدي دورا نرجعوا ريتها نرجعوا لها مان شفش نعمل يبدا البيبي صارت له حاجة خايف على الحاكم انا ولا حاجتي. اطلب اطلب لسيرونس وعندكش باتران تطلب وعندكش شوية صانع بتاعي ويه اه صانع لو عندكش مول الكرب ها عندي نور مول الكرب اطلب مول المول قول له خارج واحدة غالطة طبعا خارج بكروسة بتاع بيبي ضربته خليه يطلب لسيرونس بتاعك يزودوا لكم شوي مصلحتك تمشي تدكلاري حتى على الاقل لسيرونس وفات امشي من اقصد ربي اقصد ربي اوكي هو تسترني برا والله من دام ندور بيك ما تخافش تهنى جا ربي يا مان تعدى كله على كلينه احكي له الحكايه يا مو على كلينه ها شنو مش قلت له ثم كهرباء ولا كمان قدام وهي تطرق حتى كله هي ظالمه كله هي ظالمه ولا حاجه شوف هما كما كهرباء ولا كمان ولا حاجه انت ما كشفتك قلت هي خرجت لوحدها يعني هي ظالمه مان ها برسم سمين انت كمان تطرق دازت بوسيت شوفوها زعما كيما تحب انت اه كيما تحب انت ما عندي حتى مشكل مش معاك ما عندي حتى اشكاليه انت في بلاصتي اش تعمل برص والله انا عندي كلاري ما غير ما تغش علي ما غير سيرونس انا وفيت لسيرونس ما غير سيرونس ما غير ما تغش مني تعرف القانون حبس فيها حبس فيها امشي على روحك اقصد ربي اه اقصد ربي يا تورا يا فور كيما تحب انت بيس يا ربي امشي قدام امشي امشي لا قدم قدام شوي برك قدم قدام شوي قدم قدام شوي لبس بر اه لبيت سمع حد من في بلاصه ايش تعمل ولد عمي انت دور منه دور منه انت في بلاصه ايش تعمل دور منه دور منه السيرونس وافيه ايش تعمل انت في بلاصتي دور ارجع هات هات نمره قديش هات يزي لنا يزي يزي لنا يزي ست بعيد هودي اي الدور يزي سي بون اي الدور ايش تفوت غادي عامل كذا انت تراك لفت على اليمين فماشي حظبه ولا حاجه ها لحظه لحظه ونسالك شد لهنا شد لهنا مشانيش ماخذ النوم اودي شد انت ونرجع غادي نسالك واعطيني نمرة ونطلب كما ظهري لاباس شدوك تك على اليمين ها تك على اليمين شوفوا غادي لا تك تنابتين على السقي ها تنابتين على السقي حد شوفوا معايا مان تنابتين على السقي تعبت تشوف ايش على السقي مش نقفل وين هي دور هيك البارك وتعدى انت شوف كيف ما فماش عيط لي هي هنا قلت الموقف اللي تحطوا فيه ركاب التاكسي اليوم حد ما يتمنى يحضر عليه لذلك علاش كلهم تفرهدوا كي عرفوا لي الحكايه الكل كانت كاميرا خفيه مش يشوفوها وسلم روحي وكاو مش نشوفوها بك يطلع صارت له حاجه صغير تشهد معايا مان اللي انا مرينا هيش لا انت لعينا وي قاعدة مسكينة قاعدة يا ميمة يا ميمة رايت شوية تخ بليز لازمنا نرجعو اقف بربي
ليش نحتاج سهل؟ اه والله سهل سي. كل شيء يا ربك مبروك. مبروك مبروك كما سيكوجو. لا توبيك انا احكي توبيك طيب. اللي هو ايه وانا قلت وقتها قلت رد بالك يعني انت في بالك بها رد بالك ايه ايه ما تقولي مع ما في باليش وما قلت ليش ايه ما كيفاش باش نعملوا احنا كيفاش باش نعيشوا الحدث قنوش وصافا لاباس ان شاء الله رمضانكم مبروك على نسمة. موعدنا معكم غدوة في نفس التوقيت في حلقة باش تبدل تماما الخارطة السياسية في تونس. اسمع ايش يقولوا في الاخبار يا ولا ادرس اربي فيها يا اعلام العار الكاميرا تصور فيك منهجك البلا يا غافل سيدي.